هذا سائل يسأل يقول: هل عزير نبي أو رجل صالح؟ قيل هذا وهذا والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. قيل إنه رجل صالح، ولكن لما جاء على بني إسرائيل ما جاءهم من العقوبات ضاعت التوراة، ضاعت التوراة ولم يكونوا يحفظونها، يعني ما يحفظ من كتب الله إلا القرآن الكريم، أما الكتب السابقة فلا يمكن حفظها. إلا هذا الرجل وهو عزير من اليهود حفظ التوراة، حفظ التوراة وأملاها لهم بعد فقدها، فغلوا فيه بعد ذلك وقالوا ابن الله، هذا ابن الله اللي حفظ التوراة، هذا ابن الله. نعم، وهو رجل صالح وقيل نبي. نعم.